إذن نحن على الهواء مباشرة، مرحبا بكم جميعا في حوار جديد من حوارات هشام، مع اليوم الإعلامي والدكتور الأكاديمي والباحث في مركز بيجين السادات للدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدكتور إيدي كوين. مرحبا بك دكتور في حوارات هشام، وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا فيك ومرحبا للجميع. موضوع لقائنا اليوم كما أعلنت عنه هو التطبيع وعلاقتنا مع اليهود. قبل أن نبدأ أود أن أعبر عن شعور شخصي، نوع من الحساسية ربما المفرطة تجاه مصطلح التطبيع. ربما السبب هو أنني مثل كل من عاش طفولته في دولنا، تشبعت منذ نعومة أظافري بخطاب القضية الفلسطينية، وأن مسألة التطبيع مرفوضة تماما، بل تعتبر جريمة ضد الفلسطينيين، ضد القضية الفلسطينية، بل أحيانا خيانة للأمة والدين. سؤالي لك دكتور هو، هل هناك أسباب أخرى تجعل من المواطن في البلاد الناطقة بالعربية أو البلاد الإسلامية عموما يرفض فكرة التطبيع ويصر على مبدأ المقاومة هي الحل؟ أول شيء يعني أنا لا ألوم الشعوب العربية التي خلال أكثر من 60-70 سنة عانت من غسيل دماغ يعني مبرمج من قبل الحكام العرب. الحكام العرب الذين يعني اضطهدوا وسرقوا الشعوب، خلوا الشعوب يلهوهم بهذه القضية، التهوا يعني الشعوب بقضية اسمها القضية الفلسطينية. أنا أقول لك صراحة، سوريا محتلة من قبل تركيا، الأحواز محتلة من قبل إيران، هناك قبرص محتلة، هناك دول عربية محتلة. ليش ما سمعنا عن الاحتلال الإيراني؟ ليش ما سمعنا عن الاحتلال التركي؟ لماذا التركيز فقط على الفلسطينيين؟ هذا أولا. ثانيا يعني قال لك الصراحة، هناك أكاذيب كثيرة وافتراءات. يعني الشعوب العربية تظن يعني أن الفلسطينيين كانوا ونحن جينا احتليناهم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح أبدا. إذا بنعود للتاريخ، تاريخ القديم، مملكة داود تأسست منذ أكثر من 3000 سنة، وكانوا العمرانيين اليهود في أرض اسمها أرض إسرائيل، أرض الميعاد. مع يعني لما قبل تأسيس دولة إسرائيل شو كان في هون؟ خلينا صراحة يعني أسأل المشاهدين، قبل ما يسمى النكبة، قبل 48 كانت الإمبراطورية العثمانية، يعني 400 سنة كانت الإمبراطورية العثمانية. بعد الإمبراطورية العثمانية اجوا الإنجليز، وكانت مستعمرة إنجليزية سموها فلسطين، مانداتوري فلسطين، الانتداب، فلسطين تحت الانتداب، بس مش فلسطين العربية، سموها فلسطين. ولذلك جولدا ماير قالت في خطابها المشهور I am Palestine. نحن لم نحتل، لم نطرد أي دولة وجينا محلها، هذه هي أرض لشعب إسرائيل، للشعب اليهودي. الفلسطينيين للأسف رفضوا خطة التقسيم بال 47، عصبة الأمم عطت لجميع السكان، قالت لهم في يهود وفي عرب وفي مشاكل، خلونا نحل القضية بالتي هي أحسن. 47 عصبة الأمم أصدرت قرار اسمه قرار خطة التقسيم 181، واليهود رحبوا، لكن الفلسطينيين بزعامة المفتي أمين الحسيني، هو كان رئيس، هو كان يعني الزعيم الفلسطيني، رفض، قال لا، ما بدي، أنا لا يمكنني أن أعيش في دولة وبجواري دولة اسمها إسرائيل. بعدين بال 67 صارت حرب، وكذلك معروف. لكن دكتور سؤالي، يعني أنت تكلمت عن أن اليهود كانوا في المنطقة، يعني قبل، منذ القديم، تكلمت عن مملكة داود، رغم أن هناك بعض قد يشكك حتى في يعني المسألة هذه هل هي تاريخية أم لا، لكن لا بأس. لكن قد يقول قائل
طيب إذا كنا سنذهب بهذا المنطق أن كان هناك ناس هنا إذن لهم الحق في هذه الأرض، فإذن ستتغير خريطة العالم وكل الشعوب التي كانت في وقت من الأوقات في القديم في منطقة ما سيطالبون بهذه الأرض، وقد يبدو وقد يقوم الآن الهنود الحمر في 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 أمريكا ويطالبون بإخراج الأوروبيين الذين جاءوا بعد. فلماذا يختلف الوضع في إسرائيل؟ لا معك، لكن لم يكن هناك دولة اسمها فلسطين ونحن احتلينا هذه الدولة. لم يكن هناك شعب فلسطيني، كانوا يسمون العرب عرب الشمال، عرب، ما كانوا يقولوا الفلسطينيين. حتى المفتي الفلسطيني كان يقول العرب. المفتي كان ما كان بده يكون رئيس دولة فلسطين، كان بده يكون عربي، رئيس دولة عربية ممتدة من الأردن لحتى العراق. ما كان في شيء اسمه فلسطيني. جيب لي اسم كاتب فلسطيني عاش بالقرون الوسطى، عملة فلسطينية ما في، اسم مغني فلسطيني قبل سنة الأربعين ما في، ما كان في شيء اسمه فلسطيني. هذه هي شو بدي لك ياها، هذا شيء جديد. وقال لك كمان الصراحة، القدس كانت محتلة من قبل الأردن من 48 ل 67. القدس هلا الآن كلنا بيقولوا بدنا القدس بدنا القدس. القدس كانت تحت احتلال أردني، كانت في قبضة الأردنيين. ليش ما عملت شيء عاصمة فلسطينية؟ ليش ما عملت شيء؟ ما كان في شيء. فهمت قصدي؟ مفهوم. دعنا نتكلم إذا تفضلت عزيزي عن صورة إسرائيل في العالم العربي والإسلامي. هل تظن عموما أنها تحسنت في العقود الأخيرة؟ وإن كان الجواب نعم، فما هو السبب؟ نعم، صورة إسرائيل تحسنت في العشر سنوات، لكن في الخمس سنوات الماضية تحسنت بشكل ملحوظ في عدة أسباب. أوكي. السبب الأول هو شبكات التواصل الاجتماعي التي الآن تمكن يعني كل إسرائيلي، كل يهودي، كل عربي، كل مغربي أن يتواصل، أن يشوف الحقيقة، يرى الحقيقة، أن يسمع الجهة الثانية. كل السنوات كانوا العرب يسمعوا أكاذيب وافتراءات وفيديوهات مزورة تم تلفيقها، تم يعني تزويرها من قبل الإعلام الفلسطيني. الآن بيشوفوا الإعلام الحقيقي، الإعلام الإسرائيلي الذي لا يكذب ومعروف أنه يقول الحقيقة. شبكات التواصل الاجتماعي، هذا أولا. ثانيا، سقط قناع السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية كلها فاسدة، ونحن منشوف أفعالهم. وعندك حركة حماس التي استولت على غزة، وعندك الصراع الذي لا ينتهي بين فتح وحماس، والفساد بالسلطة الفلسطينية. ثالثا، السلطة الفلسطينية، كل العرب شافوا لما مات قاسم سليماني المجرم اللي قتل مليون مسلم سوري، شفنا كيف الفلسطينيين تعاطفوا مع الإيرانيين. هذا كمان سبب ثالث. السبب الرابع هو الانفتاح الخليجي مع دولة إسرائيل، والآن في زيارات متبادلة. يعني كل هذه الأسباب خلت المواطن العربي يشوف أنه إسرائيل ليست كما سمعنا، هي لا تقتل الفلسطينيين. العرب اللي عايشين في إسرائيل ليسوا في مدينة أبرتهايد، في حكام إسرائيليين عرب مسلمين، عندك أكثر من قاضي إسرائيلي، عندك جنود الدفاع الإسرائيلي، عندك الآلاف المسلمين يخدمون في الجيش، فلسطينيين يعني من العرب إسرائيل الداخل وهم يخدمون في الجيش، وعندك نواب، عندك أكثر من 15 نائب يعني عربي في إسرائيل، عرب يعني إسرائيل. نعم، ربما دكتور النقد هو أحيانا ليس موجها لتعامل إسرائيل مع عرب إسرائيل، يعني منهم داخل إسرائيل ويشاركون في سواء في المجال السياسي أو في مجالات أخرى. هو النقد غالبا يكون تجاه إسرائيل وتعاملها مع المناطق ممكن نسميها مناطق الاستيطان والمناطق المحتلة، أو التي ينشد الفلسطينيون استرجاعها. فربما هذا التعامل وكأنه تعامل
مزدوج، هناك تعامل جيد مع من هم بالداخل، من هم لهم جنسية إسرائيلية أو يعملون في إسرائيل، ومن هم خارج، الفلسطينيين الذين هم في الخارج. فلماذا هل هناك ازدواجية في التعامل؟ وإذا كانت موجودة ما السبب؟ أولا أنا أتحفظ على الكلمة محتلة. إذا بتشوف القانون الدولي، القانون الدولي مش أنا يعني، ولا القانون الدولي بيقول في مناطق disputed area، يعني مناطق في خلاف، ما في مناطق محتلة، يعني ما كان في جيش فلسطيني وإجا جيش إسرائيلي طرده واحتله، ما كان في. يا عرب افهموا، يعني أعرف الكثير لا يريدون أن يفهموا، أما لا يعلمون هذه الحقيقة. ما في إسرائيل ما احتلت أراضي، هناك أراضي في خلاف. الفلسطينيين بيقولوا هذه أراضينا وإسرائيل بتقول هذه أراضينا، لكن حسب القانون الدولي هذه أراضي تم أعطائها، يعني مش لحدا، يعني مش للفلسطينيين، فهمت قصدي؟ أما بالنسبة لسؤالك، هناك حرب ومن يقصفك بصواريخ شو بدك تعمل له؟ أنا لا أعمل أي يعني مقارنة، لكن الذي بيجي بده يقتلنا يجب أن ينال عقابه، يعني ما في. أوكي، نحن لكن دكتور هذا في حرب ضد الإرهاب، وهذا شوف الدول العربية ما بتحارب الإرهاب بمصر السيسي شو عملوا، وبشار الأسد ما بيحارب. في نحن عنا إرهاب، نحن مش ضد شعبنا، في إرهاب فلسطيني ضدنا، ولكن ما في شيء. كل يوم هذا كله كذب، ما في شيء، يعني حالات منفردة. أوكي، من وقت لوقت في أحداث، لكن في الأيام، يعني الأيام عادية ما في شيء. أوكي، لكن ذكرت أنها مناطق نزاع أو خلاف، لكن لا يمكن أن نقارن الخريطة، خريطة إسرائيل وخريطة المنطقة في 48 ليست هي خريطة 67 وليست هي خريطة اليوم. فهناك مناطق أخذتها إسرائيل على حساب مناطق فلسطينية. لا يا سيدي عزيز، مش على حساب. ما كان في شيء اسمه جيش فلسطيني أما دولة فلسطينية. خلينا نحكي عن عرب الأحواز، ليش بس الإعلام بده يتركز على قضية فلسطين؟ تعرف سيد العزيز أنه سوريا محتلة من قبل تركيا؟ خلينا نحكي عن القضية التركية، مش أحسن؟ خلينا نحكي عن الأحواز اللي محتلة من قبل إيران. ليش ما بنحكي عن، ليش كلهم بس بيحكوا عن ما يسمى القضية الفلسطينية؟ طب السوريين مش عرب؟ مش مسلمين؟ طب الأحواز العرب هذول تم احتلال أراضيهم من قبل إيران بالعشرينات، يعني فهمت علي؟ عندي كمان اقتراح. أكيد لكن قد لا خليني بس قبل الأكراد هم 50 مليون شخص، الأكراد وهن مثلك، يعني مسلمين سنين، مسلم سنة، ليش ما عندهم دولة؟ مش حرام؟ ليش يحق للفلسطيني دولة؟ وليش ما بنحكوا عن الأكراد المسلمين السنة؟ مش حرام 50 مليون كردي ما عندهم دولة؟ وهم كمان تعرضوا للإبادة، يتعرضون من قبل الاحتلال الإيراني لقتل، ومن قبل سوريا ومن قبل العراق. يعني فيك ليش أنا عم قلك هيك وعذرني؟ هناك متاجرة في هذه القضية، وأنا لهون يعني جاي، ما لا أريد أن أتكلم عن هذه القضية. أنا لا أمثل إسرائيل، يعني ما في أي نفع، أنا شخص محلل أكاديمي، لا أريد كمان أن أدافع عن إسرائيل. أنا ما خصتي هذه القضية، أنا هون أكيد. أريد أن أتكلم عن المغرب وعن علاقة إسرائيل بالمغرب. القضية الفلسطينية لك الصراحة لا تهمني لا تعنيني، أنا ما لك الكلام عن التطبيع طبعا سيقودنا إلى أسباب أن بعض الدول أو دعنا نتكلم عن سؤال عن التطبيع، يعني بالذات لماذا باستثناء مصر والإمارات والبحرين حديثا لم تتمكن إسرائيل من تطبيع علاقاتها مع دول عربية أخرى؟ يعني عقود وهذا النزاع موجود، وهناك تعامل وهناك تعاون بين إسرائيل ودول أخرى، لكن ليس بطريقة رسمية. مع الإمارات كان هناك تعاون قبل وما زال، ولكن ليس بطريقة رسمية. ما هي المشاكل التي تقف حجر عثرة أمام التطبيع؟ أول شيء، مثل ما كانت العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
قبل هذا التطبيع الأخير. الآن في علاقات مع كل مع تقريباً كل الدول العربية، يعني العلاقات موجودة بشكل غير رسمي مع كل الدول العربية موجودة. أوكي، هذا أولاً. ثانياً، أي خلاف نحن عنا مع نحن ما في صراع إسرائيلي عربي، ليس اليوم نحن نعيش في فترة لا يوجد صراع إسرائيلي عربي، في صراع إسرائيلي فلسطيني، صراع حدود، هذا فقط، ما في صراع بين إسرائيل والدول العربية. أي دولة عربية في حرب ضدنا؟ ما في دولة ضدنا، يعني الأردن، مصر، هدول عندهم سفارات في معاهدات سلام. من أي دولة عربية؟ سوريا مفككة، نظام مجرم. العراق دولة كمان يعني محتلة من قبل إيران، يعني خلينا نقول بصراحة العراق محتلة من قبل إيران والحشد الشعبي. أي دولة ضدنا؟ يعني ليبيا لكن لماذا لا يوجد تطبيع إذا كانت الأمور هكذا وهناك تعاون في الكواليس؟ لماذا تتحرج هذه الدول من أن تطبع كما فعلت الإمارات؟ وحتى الإمارات لماذا تأخر هذا التطبيع كل هذه المدة؟ هذا السؤال لازم تسأله لألهم، لكن أنا أحاول أن أنت المحلل، أنت تخبرني المحلل، يعني لماذا لماذا الإمارات والبحرين اختاروا في هذه الفترة إنه يفتحوا بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟ قال لك الأسباب، يعني بلشت لما بلشت هذا اللقاء قلت لك الأسباب. العرب، الحكام العرب والشعوب أيضا، والشعوب العربية، صدقني سائموا ولا تهمهم القضية الفلسطينية. هلا في كتير ناس بيكتبوا لك بالكيبورد أبطال، نعم القضية قضية الأمة، في عندك مئات يمكن حتى الآلاف قاعدين بغرفة النوم بيكتبوا لك القضية الفلسطينية قضيتي. لن هذا كله حكي لا يزيد ولا بينفع، ولا يعني ولا شعارات، يعني ما في مشكلة. وأكثريتهم هم جزائريين، يعني خليهم كلهم الجزائريين بيكتبوا، ما في جمرق على الكلام. لكن الحكام وصناع القرار والطبقات المثقفة في البلاد العربية سئمت من هذه القضية، ما جابت لها بس الويلات. وأنا أذكرك، أنا من مواليد لبنان، عشت خلقت بلبنان وعشت الحرب بلبنان. الحرب بلبنان افتعلها الفلسطينيون، وامتدت الحرب من 75 لل 91، 15 سنة الفلسطينيون دمروا لبنان لما كانوا بلبنان. لكن قبل هذه الحرب الفلسطينيون دمروا الأردن بالحرب، وملك الأردن طردهم إلى لبنان. بعدين الفلسطينيين دخلوا على الكويت وأيدوا صدام حسين بالغزو ضد الكويت، وتم طردهم من الكويت 400,000 فلسطيني. الفلسطينيين عملوا مشاكل بكل محل، بكل دولة كانوا. لذلك يعني ما القضية الفلسطينية، شوف الشعب الفلسطيني مظلوم، أنا لا أتكلم عن الشعب، لكن القيادات الفلسطينية من الأمين الحسيني رفضوا وتعنتوا، ما بدنا سلام. الآن الفلسطينيين يتوسلون أنه نرجع ل 67، بينما سنة 48 أعطاهم العصبة الأمم، أعطيتهم دولة أكبر من دولة إسرائيل، يعني 70% من دولة إسرائيل اليوم أعطوها للفلسطينيين، خدوها اعملوا دولة. قالوا لا ما بدنا، يعني كل مرة بفوتوا الفرص. والآن كان في فرصة صفقة العمر، إذا سمعت عنها فخامة الرئيس قدم صفقة القرن، مش العمر، صفقة القرن، هي صفقة العمر للفلسطينيين. لماذا؟ مشان عندك ملايين الفلسطينيين كمان عندكم بالمغرب، أما بالجزائر، أما بسوريا، بكل الدول العربية ما عندهم جوازات، ما عندهم جنسية، وتأتي هذه الصفقة لكي تجنس هؤلاء الفلسطينيين. لكن القيادات الفلسطينيين اللي عندهم جوازات قطرية وأمريكية ما بتهمهم، قالوا لا، رفضوها. لذلك الشعب الفلسطيني هو الذي يتعذب، والقيادات الفلسطينيين عندها أموال
وهكذا، وهذه هي الأسباب. جميل يعني أنك جميل دكتور أنك ذكرت هذه النقطة. يعني من المستفيد من أن يبقى هذا الصراع، أن لا نجد حل لهذا الصراع؟ هل فعلا هناك من ينظر إلى القضية الفلسطينية أو النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أنه بقر حلوب، أنه يستفيد منه مصالح مادية؟ أيوة. سياسية، من المستفيد ماديا ومن المستفيد سياسيا من بقاء هذا الصراع؟ المسؤولين الفلسطينيين أول شيء يتلقون أموال مساعدات من الجهات الأوروبية، من وكالات غوث، يتلقون من الكويت، من الدول العربية، من أوروبا، يتلقون أموال بيقولون عنا احتلال ونريد أن نقاوم الاحتلال، أعطونا مصاري، وبيعطوهم مصاري، قاوموا يلا خذوا مصاري. المسؤولين الفلسطينيين مش معنيين أنه تكون في دولة فلسطينية، يعني لماذا؟ مين حيساعدون بعدين؟ يتاجرون، مش بس هيك، عندك حركة حماس هي خاطفة شعب، يعني حركة حماس إرهابية خاطفة شعب، بتطلع حزب الله خطف لبنان، حماس في قطاع غزة خطفت الشعب الفلسطيني، يعني كمان عندك وكالة روس 70 سنة بيقول لك في لاجئين فلسطينيين، يعني تصور من 48 لهلا بعضهم لاجئين، الابن بيخلق بيعطوه كارت لاجئ، الحفيد لاجئ، بياخدوا كل جمعة رز وسكر وملح وكيلو لحمة من وكالة روس 70 سنة بيشحدوا من الوكالات الغوص، وللأسف هذه الشحادة ما بتخليهم يتطوروا، يعني لك مظاهرات مع مفتاح إنه هذا مفتاح حق العودة بدنا نرجع، يعني هذا كلام، هذا من شروط السلام. نعم، من شروط السلام عودة اللاجئين. نعم والفلسطينيين، أي لاجئين؟ هلأ في لاجئين سوريين، لاجئين عراقيين، هلأ في لاجئين فلسطينيين من 70 سنة، يعني وللأسف بيضيعوا حياتهم في الشعارات الوهمية. إيران أيضا تستغل هذه القضية، والفلسطيني الشعب الفلسطيني المظلوم، شوف بلبنان مثلا كيف بتعاملوا مع الفلسطيني، ممنوع يستأجر بيت، ممنوع يشتغل، بكل الدول. بشار الأسد شو عمل بالفلسطينيين بمخيم اليرموك؟ قتلهم، عملهم مجاعة، كانوا صاروا ماتوا، وهكذا هي. أوكي. دكتور، لنتكلم الآن ربما عن المستفيد من التطبيع. طبعا واضح أن المستفيد أمريكا مستفيدة من التطبيع، فقط صادرات الأسلحة الأمريكية في السنة الماضية يعني زادت بنسبة 42%، يعني تقريبا 70 مليار دولار، وأغلب الأسلحة تذهب إلى الأنظمة في عربية في الشرق الأوسط. إسرائيل كذلك مستفيدة على مستويات متعددة. أريد أن أسألك عن الأنظمة التي طبعت، هل هذا التطبيع كان تحت ضغوط إكراهات خارجية؟ هل كان طلب لمصالح اقتصادية؟ أو هو في الحقيقة كما يقول بعض المحللين أنه التطبيع هو شريان الحياة لهذه الأنظمة التي تحاول حماية نفسها من الزوال؟ والبحرين يعطى دائما كمثال، يعني حكومة سنية تحكم شعب في غالبيته الشيعي، والتطبيع مع إسرائيل هو الذي سيضمن لهذه الحكومات البقاء. هذا السؤال الأول، لكن هناك شق ثاني في السؤال، وهو لماذا إسرائيل بهذا التطبيع وهذا التعاون سواء رسمي أو غير رسمي تتعاون مع حكومات التي تقمع وتقهر شعوبها بدل الكفاح من أجل هذه الشعوب؟ يعني عندما تطبع البحرين مع إسرائيل، هذا ليس في صالح الشعب البحريني بالضرورة، وفي صالح النظام البحريني الذي سيبقى في الحكم ويستفيد من حماية أمريكا وحماية إسرائيل، كذلك الشأن بالنسبة للإمارات ودول أخرى، يعني بالتفاوت طبعا. أول شيء هذا غير صحيح، أقول لك ليش. دولة إسرائيل هي ليست، يعني لم تطبع، لم يطبعوا معها مشان تحميهم. نحن في الشرق الأوسط، دول الخليج، في دول الخليج من يحمي دول الخليج هن أنفسهم يحموا حالهم. في كمان نحن بنعرف أنه في قواعد أمريكية تحميهم في حال إيران سوف يعني تحتل هذه الدول. إسرائيل لا تحميهم، هذه الدول
كما قلت لحضرتك شافت أنه إسرائيل يعني دولة ورغم عن كل الأعداء دولة ذات سيادة، دولة قوية، دولة قوية في الشرق الأوسط مع تكنولوجيا، دولة حليفة لأمريكا، شافوا القضية الفلسطينية. هل تعلم يا سيدي العزيز قبل التطبيع بثلاثة أسابيع فقط دولة الإمارات أرسلت مساعدات للفلسطينيين مشان الكورونا، وأجل مساعدات في مطار إسرائيلي حتى ينتقلوا برا إلى الأراضي الفلسطينية. الفلسطينيين برئاسة محمود عباس قال لا أنا لا أستلم، لا أريد، لأنها أتت عبر مطار إسرائيلي. يعني شوف كيف بيستهتروا بشعب الفلسطينيين، القادة الفلسطينيين. ويعني أنا أظن أنه هذه المسألة لعبت دورا كبيرا على الحكام العرب، ولذلك غيرت فكرتهم عن إسرائيل. ناهيك عن أنه إسرائيل هي دولة رائدة في جميع يعني في كثير من المجالات، الدول الخليجية كمان شافوا أنه إسرائيل مش العدو، أنه إيران هي العدو. إيران مين هلأ عم تقولي أنه في أراضي في خلاف عليها؟ لنفترض يعني أنه إسرائيل محتلة هذه الأراضي. خلينا نشوف لبنان، مين مهيمن على لبنان؟ إيران وحزب الله محتلين كل لبنان. شوف سوريا، سوريا كلها يتم فيها تشييع، وإيران هناك وروسيا هناك. يعني شوف سوريا، العراق كلها كمان محتلة من قبل هذا. أكيد عزيزي، لكن دكتور قد يقول يعني من يسمع هذا الكلام يقول هو محاولة لضر رماد في الأعين أو لتعميم، يعني إذا عمت هانت كما يقال، يعني لا تتكلم عن مشكلتي، هناك مشكل يشابه في مكان آخر. فمثلا نتكلم عن المستوطنات، وأعدك أنني يعني أنتقل لمواضيع أخرى، لكن هناك طبعا دائما مسألة المستوطنات، والمستوطنات ليست فقط الكلام عنها من الجانب العربي أو الإسلامي أو دول الجوار، هو الكلام حتى من الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أن المستوطنات ليست لها وضعية قانونية ويجب أن تزول. وفي صفقة القرن حافظت إسرائيل على هذه المستوطنات، أليست المستوطنات فعلا مشكل؟ هي مشكلة مشان ما في مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. في كان عملية سلام اسمها أوسلو، وكان اتفاق أوسلو، لكن هناك تعنت فلسطيني. نحن نريد يعني يكون في سلام ونعيش جوارا مع الفلسطينيين، لكن هذه المسيرة يعني وصلت إلى طريق مسدود. أما أنا بالنسبة لما قلت حضرتك، أنا لا أزغ الرماد في العيون، أنا أقول الحقيقة، هناك مشكلة لكن هناك أيضا مشاكل. هناك الملايين من السوريين عم بيموتوا تحت نظام بشار الأسد، وشو عم بيعملوا العرب؟ عم بيطبعوا مع بشار الأسد. إيران عم تقتل كمان الإيرانيين والأحوازيين، وعم تقتل كل يعني مش بس. لماذا التركيز فقط هنا؟ وعندك تركيا تقتل الأكراد، والأكراد ما عندهم دولة. الإعلام العربي منافق، يتكلم فقط بس عن إسرائيل والقضية الفلسطينية، نسي كل المشاكل اللي في بالعالم العربي. شوف الحروب في ليبيا، شوف الحروب في العراق، شوف الحشد الشعبي كيف يقتل العراقيين. يعني أنا لا أنكر أنه في مشكلة، لكن لازم الواحد تكون الصورة الكاملة. أوكي. قبل أشهر أعلن البيت الأبيض أن خمس دول على وشك تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وأضاف أن ثلاث من هذه الدول في الشرق الأوسط واثنتين من خارج المنطقة، ورفض البيت الأبيض الكشف عن أسماء هذه الدول. هل يمكنك أنت دكتور أن تخبرنا بهذه الدول، أو على الأقل حدسك في المسألة؟ شوف، هناك دول كثيرة تريد التطبيع لكنها محرجة مثل ما قلت، خائفة. الآن مش معروف مين الرئيس، بايدن، ترامب، هناك مشاكل. يعني الآن نحن نمر في فترة مجمدة يعني إذا بدك نقولها. لكن هناك السودان أعلن عن نيته للتطبيع، والسودان كان عدو لإسرائيل. السودان كان من ألد أعداء إسرائيل، نحن نتذكر
كل الخطابات وعمر البشير كيف يساعد حركة حماس. هناك أنباء تتكلم يمكن عن موريتانيا، يمكن عن بلاد أخرى، يمكن عن سلطنة عمان. يعني أنا لا أعلم، لكن الدول سوف تطبع وحدة تلو الأخرى. في نهاية المطاف كلهم حيطبعوا. هذا قال لك يا صراحة، في نهاية المطاف كلهم حيطبعوا. أوكي. هناك أنا يعني بعض الناس يقولون أن هذا التطبيع حتى لو حدث هو فقط من مبدأ الحرب خدها. يعني نحن الآن في موقف نحتاج إلى التطبيع مع إسرائيل، هذا لا يعني أننا تخلينا عن القضية الفلسطينية، تخلينا عن الفلسطينيين. فبمجرد أن تعود الأمور إلى نصابها وتكون لنا قوة وشوكة سنعيد المقاومة. كيف تنظر لهذا؟ هل هو فعلا نفاق مجاملة من لأجل تحقيق مكاسب وليس تطبيع حقيقي كما تريده إسرائيل؟ شوف، أنا عم بشوف التطبيع هلأ مع دولة الإمارات يعني ومع البحرين. أقول لك الصراحة أنا متفائل، مشان عم بشوف في ترحيب شعبي بدبي، في أسواق دبي بتشوف بكل فخارة بيحطوا لك هذه البضاعة من إسرائيل، وعلم إسرائيل، وعلم إسرائيل بقلب الأسواق دبي، ما حدا جبرهم يحطوا علم إسرائيل. يعني بشوف بشبكات التواصل الاجتماعية وكمان بيتصلوا فيني، نريد أن نأتي لإسرائيل، نريد أن نلتقي بك. يعني عم شوف إنه الشعب يريد هذا التطبيع، في فيديوهات ترحب، في مغنيين إماراتيين وبحرينيين كانوا هون والآن موجودين اليوم في إسرائيل، ومغنيين إسرائيليين عم يرنوا مع زملائهم في الإمارات. أنا عم شوف هون تطبيع غير مسبوق، تطبيع ما شفناه مع مصر ومع الأردن، تطبيع عن جد، تطبيع شعبي، وهذا يفرح ويفلج القلب. يعني لكن إذا الإمارات أما البحرين بعد فترة سوف يقولوا لا نحن ما بدنا تطبيع، بدنا حرب، هذا شيء تاني. لكن لا أعتقد، أنا عم شوف أنه خاصة دولة الإمارات هي الدولة تسير على خط المغرب. يعني نحن هلأ نص ساعة عم نحكي بس عن القضية الفلسطينية. أكيد. المشاهدين سائموا من هذه القضية. لكن هناك أسئلة ضرورية، هناك أسئلة، لأنه لم نسمع. أنت بالمناسبة والجميع يعلم أنت أول ضيف إسرائيلي في حوارات هشام، فأنا ربما أستغل الفرصة لكي أسأل هذه الأسئلة عن التطبيع وعن الحلول، يعني من وجهة نظر إسرائيلية. نحن نسمع طبعا دائما الرأي الفلسطيني وما نعرفه يعني من خلال إعلامنا، لكن نريد أن نسمع الجانب الإسرائيلي ونظرته. آخر سؤال عن التطبيع، أعدك آخر سؤال عن التطبيع. خليني بس كمل الجملة. دولة الإمارات تبني معابد وهي تسير على خطى المملكة المغربية. المملكة المغربية، الدولة العربية الواحدة، وأنا لا أقوله مجاملة مشان أنا في قناة مغربية ما حضرتك مغربي، المغرب المملكة أو الدولة العربية الوحيدة التي لم تهدم الكنائس والمعابد، نحكي عن الشعب اليهودي، ولم تقتل اليهود. والإمارات هي الدولة تسير على هذا الخطة. يعني المغرب والإمارات دولتين، كمان البحرين، بيبنوا معابد ولا يدمروا معابد. وأنا عندي ثقة كبيرة في السلام مع الإمارات والبحرين، وأتمنى أنه ما يخيب أملنا. أوكي، جميل. آخر سؤال عن التطبيع أعيدك، هو بالنسبة لك، يعني بعيدا الآن عن التطبيع، ما هو الحل المثالي بالنسبة لي يعني لحل هذا النزاع القديم؟ هل هو حل الدولتين أم شيء آخر؟ لأن الكلام عن التطبيع، ربما أكبر متضرر من التطبيع هم الفلسطينيون، لأن العالم اليوم لا يتكلم أصلا عن الدولة الفلسطينية، أصبح الكلام أكثر عن التطبيع وعن يعني تطبيع العلاقات مع دول الجوار. فما هو الحل المناسب بالنسبة لك؟ يعني هل هو فعلا حل الدولتين أم هناك حل آخر تظن أنه أفضل؟ الحل هو ليس حل واحد، الحل هو حل تدريجي.
أول شيء كل القيادات الفلسطينية على البيت، كلهم يتركوا السياسة، تبديل القيادة الفلسطينية، يكون في قيادات جدد، قيادات يعني عمرها شباب وقيادات مثقفة منفتحة. هذا أولا. ثانيا ترك منهج الإرهاب، يعني مش بالإرهاب، بالسياسة. ثانيا. ثالثا المفاوضات، أن يجلسوا مع الإسرائيليين. رابعا أن تكون إرادة، إرادة وليس تعنت، إرادة. خمسة تنازل، تنازل مش بس فلسطيني، تنازل كمان إسرائيلي، وأنا أيضا أنتقد أحيانا الحكومة الإسرائيلية، لازم تتنازل، والفلسطينيين لازم يتنازلوا، لازم يجوا لقاء التقاء للمصالح، وحقنا للدماء لازم يجتمعوا، لازم يكون في، بدنا نحن في إسرائيل ناطرين لسادات، سادات الفلسطيني أنور السادات من 40 سنة، أتعلم ماذا فعلوا به الفلسطينيين عندما أتى إلى إسرائيل وعمل اتفاق كامب ديفيد؟ أكثر من عشرات السنين مصر كانت قاطعوا مصر، كل الدول قاطعوا مصر وقاطعوا الرئيس مشان عملت سلام مع دولة إسرائيل، مثل ما عملوا من الإمارات والبحرين، قالوا عنهم خيانة، طعن في السكين، باعوا القدس، باعوا الإسلام، وإلى آخره وإلى آخره. لا، لازم نحن هلأ عايشين ب 2020، مش عايشين مثل ما أنت قلت بالتيارات القومية والقومجية. الآن في مصالح، الآن في حياة، في تكنولوجيا، في أمراض كورونا، لازم نتعاون لحتى نحل هذه ونتمكن من العيش بسلام مع الجميع. وهذا ما تفتقده القيادة الفلسطينية، المزيد من الحكمة، ما عندهم أي حكمة للأسف. أوكي. جميل. بعض الإشاعات تقول أن المغرب من بين الدول التي ستقوم قريبا بالتطبيع مع إسرائيل. أنا كمغربي طبعا أعلم أن اليهود المغاربة يشكلون ثاني أكبر طائفة يهودية في إسرائيل بعدد يفوق المليون، كما أن هناك علاقات طيبة جدا وتعايش سلمي رائع بين اليهود المغاربة وغيرهم داخل وخارج المغرب. ألا تجد أنه يعني غريب شيئا ما أن التطبيع المغربي مع إسرائيل لم يحدث لحد الآن؟ نعم صحيح، صحيح، لكن شوف، هناك الإسرائيليين يدخلون إلى المغرب، يعني المغرب تستقبل سياح إسرائيليين وهذا شيء معروف، وكمان في يهود عايشين في المغرب، يعني ما في أي مشاكل. لكن السياسة قذرة أحيانا، وهي التي تمنع هذا التطبيع. أي خلاف أنا شخصيا عندي مع حضرتك، يعني كمغربي، ما كان في حروب، ما في أي شروط، ما في أي مطالب، ما في أي خلافات. يعني العلاقات بين المغرب وإسرائيل علاقات ممتازة، وللأسف لحد اليوم ما في يعني علاقات رسمية. يعني السبب هي القضية الفلسطينية، لكن أتمنى، كان في من بضعة أسابيع اجتماع سري بين جهات يهودية أمريكية وجهات مغربية رسمية في الولايات المتحدة. هل هذا الاجتماع سيكون، يعني سوف يؤدي إلى اجتماعات مع جهات إسرائيلية رسمية؟ أنا لا أعرف، لك الصراحة أتمنى، لأن عن جد لا خلاف، تطبيع إسرائيلي مع المغرب يعني سوف يفتح الباب للجميع، سواح إسرائيليين الآلاف بالعشرات الآلاف في المغرب، وكذلك سواح مغربيين في إسرائيل. هذا فقط سيصب إلى رفاهية الشعوب، وإن شاء الله أن يتم في أقرب وقت ممكن. نعم، هو طبعا يكفي فقط العدد، عدد اليهود في إسرائيل اللي من أصل مغربي، هذا العدد الكبير فعلا. تبقى ربما المسألة طبعا هي القضية يعني الفلسطينية، وأن المغرب دائما كان
يدافع عن القضية الفلسطينية، ربما هناك لم يحن الوقت بعد. هناك أخبار عن مشروع جديد في المغرب مفاده أن تلاميذ المدارس الابتدائية بالمغرب سيشرعون في تلقي دروس تضم التاريخ والثقافة اليهودية باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية. هل يدخل هذا في ربما في هذا الجو من المحاولة التقريب وفي مسار التطبيع؟ لك الصراحة أنا لا أعلم لي بهذه المسألة، يمكن أنت تؤكد لي هذا. أنا سمعت أنه في محاولات لتعليم عن التلاميذ عن المحرقة اليهودية، لكن لست أكيد هل هذا يتضمن المحرقة اليهودية؟ لا أدري صراحة، لا أدري، لكن هو الكلام عن التاريخ والثقافة اليهودية، فربما هذا جزء من التاريخ اليهودي طبعا. أتمنى ذلك. شوف، نحن هون في إسرائيل عندك، أنا أعتقد في حوالي 2 مليون يهودي من أصل، يمكن أقل شوي، حوالي مليون، على الأقل مليون ونصف يهودي من أصول مغربية، وهذا يعني تعتبر أكبر طائفة في إسرائيل يعني، وهذا شيء ضخم. هؤلاء المغاربة عندهم حنين للمغرب، الذين ولدوا في المغرب والذين اضطروا المهاجرة، يعني عندهم الحنين ولازم، وفي كتير بيرجعوا بيشوفوا ديارهم ويرجعون لإسرائيل. أتمنى أن تكون المغرب قد شرعت وابتدأت في تعليم الثقافة اليهودية. هو قرار، هو يعني مشروع قرار، لا أدري إن كان سيتحقق أم لا، لكن الكلام هو أنه مشروع. أن يتم هذا، نحن يعني نحن دين، نحن موحدين، نؤمن بإله واحد، يعني نحن والإسلام ما في كتير قواسم مشتركة، نعبد إله واحد، نؤمن بإله واحد لا شريك له، نحن عندنا قواسم مشتركة. مين جدنا؟ السيد أبراهام هو يعني جدنا أبراهام وإسماعيل، وإسماعيل هو ابن عم أخوه، مش ابن عمه، أخوه لإسحاق يعني، وعنا من أب واحد. ما أريد أن أقوله أنه نحن من أب واحد. كمان في الدين يعني نحن لا نأكل، ممنوع أكل الخنزير، وأنتم عندكم ممنوع أكل الخنزير، يعني بيقولوا كمان مسموح تأكل عند اليهودي، يعني في قواسم مشتركة. نحن نصلي لإله واحد، لماذا هذه العداوة؟ أوكي، هناك قضية فلسطينية، لكن يعني أنا أحيانا أقول للعرب، هل أنتم تريدون أن تكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين؟ خليني أقول لك صراحة يا أستاذ، الفلسطينيين كانوا أول من طبعها، أول من طبعها هم هنن ب93، وفي صور مع عرفات، مع بيريز، مع رابين. الفلسطينيين أول من طبعوا، الفلسطينيين أول من باعوا أراضيهم، يعني نحن ما احتلينا أراضي، نحن اشترينا أراضي. الفلسطينيين باعوا أراضيهم، ومعظم الفلسطينيين باعوا أراضيهم مشان فكروا، هكذا قالوا لهم، بيعوا أراضيكم بعدين نعمل حرب وناخذ الأراضي تاخذوهم يعني مجانا بعدين، وهكذا فكر الفلسطينيون ب48. ما هذه النكبة؟ بيقول لك نكبة. مفتي الفلسطيني أمين حسين، أنا أعود وأتكلم عن الفلسطينيين، مش لازم أقول هذه الجملة حتى يعرف المشاهد لكي يحكم بذاته. كان في حرب ب48، إسرائيل أعلنت عن استقلالها، المفتي الفلسطيني قال اتركوا كل شيء وبيعوا، وبعدين مع الدول العربية الجيوش سوف تفتح، سوف تغزو إسرائيل وتاخذوا أراضيكم مجددا. والكثير باع من أراضيه يعني واهما أنه حيفوت يحرر مع الجيش الذي سوف يحرر إسرائيل، لكن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن وإسرائيل انتصرت. لذلك الفلسطيني بيقول لك أخذوا لي بيتي. لا، مش كل، أنا لا أقدر أن أعمم، لكن الكثير باعوا أراضيهم. نعم، يعني هناك طبعا خلاف في هذه، نعم هناك خلاف في الآراء طبعا في هذه الرؤية، والفلسطينيون يقولون شيء آخر. في خلاف، لكن نعم. أنا أريد أن أقول هذه الرواية اليهودية،
الإسرائيلية. أوكي. خلينا جيد جيد. أنا ك يعني نعود لنظرة يعني نظرتي أنا أو نظرة المغاربة كمثال وممكن نعممها على دول أخرى، هي أن أحيانا ننظر إلى نفرق بين اليهودي ونقول نعم هذا له دينه وهو يهودي وله الحق، وتجد مغربي يهودي وتجد تونسي يهودي ولا بأس ونتعايش ونحن كلنا مواطنون، لكن نفرق بين اليهودي والإسرائيلي ونفرق بين الإسرائيلي والصهيوني. ألا تظن أن هذا هو السبب الأكبر في عدم التطبيع؟ أن نعم أنا مع اليهودي، ليس عندي مشكل مع اليهودي، كما قلت ليس أنا كمغربي ليس عندي مشكل مع يهودي، لكن ربما عندي مشكل مع الذين يجرمون في حق الفلسطينيين ويأخذون أرضهم ويستوطنون أراضيهم. فأليس هذا هو يعني أكبر تحدي بالنسبة لإسرائيل لكي تقنع الناس أن هذا الأمر غير صحيح، وأن يعني تقنعهم بالرواية الإسرائيلية؟ أنا كمان فيني أسأل ذات السؤال. في عندك بشار الأسد مثلا يعني يقتل شعبه، هل أنا أقدر أن أقول كل سوري هو مجرم؟ أكيد لا. أنا لا أقول إنه إسرائيل عم تعمل، أنا لا أقارن إسرائيل ببشار، بس يعني مثل بدي أقول لك مثل هذا. أول شيء ما يعني لماذا لازم أن تلومون الإسرائيليين؟ يعني لماذا؟ شو خصهم بالسياسة؟ هذا أولاً. أنا مثلاً شخص شو خصني بالسياسة؟ أنا لا جندي ولا أنا شو خصني بالسياسة؟ أنا أكاديمي. هذا أولاً. ثانياً هناك غسيل دماغ، قالوا لك بخمسين ستين سنة كلمة صهيوني يعني مسبة شتيمة. شو يعني صهيوني؟ صهيوني مثل ما بقول لك صفدي من صفد، رملاوي من رملة، صهيوني من جبل صهيون. هذه كل القصة. صهيوني من جبل صهيون، صهيون هذه مش مسبة، لكن عملوها مع السنين يعني كأنها مسبة. لا، شوفوا شو يعني صهيون، جبل صهيون يعني جاي من صهيون، بيقولوا لك عقيدة صهيونية، إيديولوجية صهيونية. هذا كلام البروباغاندا، هذا كلام الدعاية. نحن يهود، قال لك الصراحة في يهود إسرائيليين وهم يعني متعاطفين مع الفلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، يعني حتى ضد الجنود ويضربون الجنود. يعني تخيل لأي درجة جنود إسرائيليين. ما فيك تعمم، إسرائيل دولة تركيبة المجتمع، عندك روس، عندك يهود عرب مثلي، عندك من اليسار المتطرف، من اليسار المعتدل، عندك اليمين، عندك يمين متطرف، نعم في كمان يمين متطرف. يعني التركيبة هي كبيرة. ما لازم يعني العرب لازم يقول أوكي أنا الحكومة الإسرائيلية أقاطعها، تفضل قاطع الدول الإسرائيلية يعني، بس لا تقول ضد الإسرائيليين وضد الصهيونيين. وبس في كتير حكي مش صحيح. أقول لك الصراحة، قبل تأسيس الدولة الإسرائيلية كان في مجازر ضد اليهود. شو الحجة هلأ تبعون هدول؟ وحتى عندكم للأسف بالمغرب كان هناك حوادث، تم قتل اليهود بسنة 1945 بأوجدة، كان في انفجارات ضد اليهود، كان في ب 1912 كان في كمان مجازر ضد اليهود. هؤلاء كونهم يهود، ما كونهم إسرائيليين، ما كان في صهيونية، ما كان في بلفور، ما كان في فلسطين، ما كان في نتنياهو، ما كان في قدس، ما كان في أقصى، ما كان في مستوطنين. شو الحجة؟ يعني خلينا نكون صريحين، هناك عداوة. أنا أتفق أن هناك هذا لا يمكن أن تنكرها، هناك عداوة ضد اليهود. أكيد 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 أكيد. يعني إسرائيل بس قبل، يعني مش لا ليس لها علاقة بالقضية الفلسطينية. خلينا نكون واقعيين ونحن أكاديميين، في عداوة ضد اليهود ومش بس ضد يعني في كمان النازيين قتلوا يهود، بس نحن نتكلم هلا عن العرب. هناك عداوة قبل تأسيس، هناك في الدين كمان عداوة للأسف، وهناك رجال دين يحاولون
أن يفتعلوا هذه. شوف الإخوانجية، الإخوان المسلمين، يعني العداوة مش فقط من شأن إسرائيل، هناك عداوة افتعلوها الكثير. صحيح، أنا أتفق أن هناك عداوة ضد اليهود، يعني بقضية فلسطينية أو بدون قضية فلسطينية هناك عداوة قديمة، وحتى في أمثالنا في الأمثال المغربية تجد أحيانا أمثال فيها عنصرية تجاه اليهود أو جيد. مرة أخرى أريد أن أعود إلى علاقة المغرب بإسرائيل. كيف هي سمعة المغرب داخل إسرائيل؟ يعني هل هناك لوبيات مغربية مثلا تدافع عن القضايا المغربية مثل ملف الصحراء؟ منذ أسبوعين في مدينة أشدود كانت هناك مظاهرة، مئات المغاربة، مئات الإسرائيليين من أصول مغربية عملوا مظاهرة تأييد للمملكة المغربية ضد البوليساريو وضد الجزائر، وأنا نشرت على شبكتي في تويتر هذه المظاهرة. نعم، المغاربة بيحبوا كتير، يعني المغاربة بيحكوا كمان مغاربة اللغة المغربية، حتى أحيانا أنا لا أفهمها، مع أولادهم مع زوجاتهم، يعني اللغة المغربية عائشة وحاضرة في منازل المغاربة في إسرائيل. هناك 1.5 مليون، أما 2 مليون، وهذا عدد كبير، يعني نحن كلنا 7 ملايين شخص، وهذه يعني 40% من سكان إسرائيل هم مغاربة. مش بس هيك، عندك شارع اسمه شارع حسن الثاني المرحوم، مرحوم الوالد جلالة الملك محمد السادس، هناك شارع على اسم حسن الثاني. مش بس شارع، هناك طابع بريدي، يعني طابع بريدي من البوست، شو بيقولوا، البريد الإسرائيلي، وفيه صورة المغفور له جلالة الملك حسن الثاني. هناك احترام كبير للمملكة المغربية، للقيادة المغربية التي يمثلها جلالة الملك. والمغرب مش دولة عدو، يعني مش دولة عدو. وقلت لك هناك الكثير من الإسرائيليين يزورون المغرب، وأنا أيضا نفسي يعني يوما ما أن أزور المغرب. ما نحتاج تطبيع أولا؟ مع تطبيع أو بدون تطبيع، هناك إسرائيليين يسافرون، يعني أكيد. لا ما خاص التطبيع هناك، يعني جيد. هناك مسألة ذكرناها يعني بعجالة لكنها مهمة جدا، وهي أنت قلت أن الآن نحن في فترة جمود، أو ما يقال في أمريكا يقال ليم داك، يعني الوقت هو وقت جمود، وقت فراغ سياسي بسبب هزيمة ترامب في الانتخابات ومجيء رئيس ديمقراطي ربما سيأتي بنظرة جديدة، رؤية جديدة للأمور. هل خسارة ترامب في الانتخابات، وكانت من وعود ترامب كانت هي حل الخلاف الإسرائيلي الفلسطيني، كان بين الوعود، هل خسارته في الانتخابات هي خسارة لمجهودات التطبيع المستقبلية؟ أول شيء لك الصراحة، يعني رسميا بعد ما خسر ترامب، يعني لا أعلم ماذا سيحدث، لكن ما فينا لم يتم البت بشكل نهائي من هو الرئيس. لكن لنفترض أنه ترامب لن يكون الرئيس، أنه بايدن حيكون رئيس الديمقراطي. للأسف هذه ضربة قوية للسلام، مشان ترامب جاب السلام بين إسرائيل والدول العربية، هو ترامب عن جد، يعني مش شيء تاني. ترامب هو الذي صفع بشار الأسد وقال عنه حيوان، وألقى 150 صاروخ على جيش بشار الأسد. ترامب هو الذي ارتال قاسم سليماني وهدد النظام الإيراني. ترامب عمل كتير إشياء من أجل السلام. بايدن له علاقات مع الإيرانيين، بايدن له علاقات على الأقل ما يتم تسريبات يعني مع الإخوان المسلمين، بايدن له علاقة مع أوباما عمل اتفاق مع إيران. يعني ترامب جيد لليهود ولإسرائيل وللعرب كمان. أوباما خان العرب، أوباما
راح على أحضان إيران، وهذا للأسف سوف يجمد كل هذه العملية. السلام لم يكن يعني بفضل الديمقراطيين، بل بفضل الرئيس ترامب، وهو الذي جاب السلام. للأسف يعني الآن في مرحلة جمود، لكن الآن في عندك سلام مع الإمارات والبحرين والسودان، هناك دولة أخرى يمكن موريتانيا، لا أعلم أي دولة أفريقية سوف تنضم إلى مسيرة إلى السلام إلى التطبيع. لذلك نحن نترقب، وإن شاء الله يعني يعم السلام، هذا اللي هذا الذي نحن نريد. أوكي جيد. هناك الآن كل الأسئلة التي سأطرحها الآن هي أسئلة المشاهدين، هي ليست أسئلتي أنا، لكن كيف عزيزي؟ يا هلا بالمشاهدين. نعم، لكن كما قلت هي كثيرة جدا، وأنا لن أطرح أسئلة فيها شخصنا أو أسئلة بعيدة كل البعد عن موضوع الحوار، فلذلك يعني وآسف لأن لا يمكن أن أطرح كل هذه الأسئلة. هشام اسأله عن مدى ديمقراطية دولة دينية، هل يمكن أن تكون هناك ديمقراطية في دولة دينية؟ ويتكلم عن إسرائيل أظن السائل. إسرائيل ليست دولة دينية، إسرائيل ليست دولة دينية أبدا أبدا أبدا، وهذا غير صحيح. إسرائيل ليست دولة دينية، أنا حسب الدين، أنا السبت ممنوع يعني أركب في السيارة حسب الدين، لكنني أنا أركب السيارة، الشرطي لن يوقفني. يعني إسرائيل ليست دولة دينية، هذا غير صحيح. إسرائيل هي دولة علمانية. أوكي. مش في عنا القضاء، القضاء مش عنا، مش حسب الشريعة، القاضي هو قاضي، مش شيخ ولا إمام ولا حاخام، هذا غير صحيح. أوكي. سؤال، هل توجد هناك علاقات اقتصادية سياسية تحت الطاولة بين إسرائيل والمغرب؟ إسرائيل والمغرب هناك علاقات، لا أقدر أن أفصح عنها، لكن هناك علاقات، هناك تنسيق وهناك علاقات. نعم. أوكي. وهذا مش جديد، هذا من الخمسينات وبالستينات. أوكي، يعني هذا سر علني. معروف. أوكي. ما زال التطبيع، ما زال التطبيع يطرح مفارقات عديدة في مجتمعات شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يبدو اختيارا للأنظمة بمعزل عن قوى كثيرة في المجتمع تعتبر القضية الفلسطينية مطروحة بإلحاح في غياب السلام الفعلي في الشرق الأوسط. كيف يمكن الوصول إلى تطبيع تاريخي عبر تصفية المشكل الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق السلام وحل الدولتين؟ أنت ربما تكلمت عن بعض الأمور أثناء الحوار. أول شيء عدم ربط ما فعله الآن رئيس الحكومة نتنياهو، هو عدم ربط أي تطبيع مع أي دولة، مع أي قضية فلسطينية. إذا المغرب بدأ تطبع معنا، أهلا وسهلا، القضية الفلسطينية هذا شأننا وشأنهم، وما في يعني ما فيك تحطها. وهذا هو جوابي بسرعة، يعني عدم ربط أي سلام مع القضية الفلسطينية، وتركونا نحن نشتغل مع الفلسطينيين ونعمل سلام معهم. أوكي. هل يمكن القول أن الإسلام هو من يمنع الدول العربية من التطبيع مع إسرائيل؟ لا، الإسلام بريء من كل الاتهامات اللي ضد الإسلام. أنا ضد الإسلاموفوبيا، أنا ضد من الناس الذين يسيئون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أحترم جميع الأديان، والإسلام بريء من كل الدواعش وهؤلاء المتطرفين والإخوان المسلمين. لا، الإسلام لا يمنع، ونحن نعرف النبي محمد كان متزوج يهودية، جاره يهودي، العلاقات مع اليهود كانت يعني فترة منيحة. لا، الإسلام بريء من كل هذا. أوكي، ما صحة مقايضة المغرب التطبيع مع فتح قنصلية أمريكية بالعيون؟ كان في تسريبات، لا أقدر لك الصراحة، لا أعلم إذا كانت صحيحة أم مش صحيحة. هناك تسريبات يمكن لدس النبض، لكن ما عندي معلومات صراحة. أوكي. كيف يفسر انخراط أغلب اليهود من أصل مغربي في أحزاب اليمين أو اليمين المتطرف الإسرائيلي، حزب شاس مثلا؟
حزب شاذ ليس متطرف، الناس ما بيعرفوا. حزب شاذ هو حزب ديني نعم، لكن عندهم بس 8 مقاعد، يعني ما مش كتير، 8 مقاعد يعني 200 ألف شخص اختارهم. هذا حزب ديني نعم، هو لليهود من الدول العربية، وبس ليس متطرف أبدا، هو حزب ديني ومرتبط باليهود، مش بس بالمغرب، يهود العراق، يهود المغرب، يهود ليبيا، لكن ليس متطرف، لكنه نعم حزب ديني. ما لا التفسير، ما في تفسير، هن الحزب هذا من الدول العربية يعني فقط. يعني اوكي، يعني هو حزب عربي اذا، فا اوكي يهود يعني يهود، يهود من عربي. الدول العربية. اوكي، ماذا سيستفيد المواطن المغربي من التطبيع، وهل سيكون للتطبيع تأثير إيجابي في الرأي الدولي على قضية الصحراء؟ أولا نعم، نعم سيستفيد المواطن المغربي والإسرائيلي كمان. المواطن المغربي يمكنه أن يعني يمكن الولايات المتحدة تفتح أبوابها أكثر للمغرب، يمكن المواطن المغربي يمكنه أن يأتي أن يزور إسرائيل، يمكنه أن يدرس في إسرائيل، وهناك مغاربة في إسرائيل، وأنا أعرف شخصيا شخص يدرس في إسرائيل في جامعة تل أبيب. الإسرائيلي يمكن يسافر على المغرب، المواطن المغربي يمكنه أن ينفتح للثقافة الإسرائيلية، والباب أوروبا، باب أمريكا أكثر ينفتح له، ناهيك عن التجار. التجار يمكنهم أن يعملوا صفقات، ويكون في سياحة، ويكون في صفقات تجارية بين الدولتين. هذا يفتح الكثير من الأفق والكثير من التعاون، خاصة أننا مش نحن لسنا أعداء، والأكيد المواطن الإسرائيلي والمغربي نيناتهم سوف يربحون من هذا التطبيع إذا تم إن شاء الله. أوكي، ألا ترون بأن إعلان إسرائيل دولة يهودية تراجع عن الطابع الديمقراطي الذي يميز الدولة الحديثة، وأنها وقعت في تقليد الدول المحيطة بها التي تعلن في دساتيرها أنها دولة دول إسلامية؟ إسرائيل دولة يهودية نعم، اللي أسسها يهود، وهذه لمحة تاريخية عن أرض الميعاد. الشعب اليهودي ما عنده دولة، يعني أنتوا العرب المسلمين عندكم ما شاء الله 50 دولة، مظبوطة ولا لا؟ دول العربية والدول الإسلامية، باكستان، إندونيسيا، ماليزيا وإلى آخره. نحن عنا فقط دولة واحدة، ما حقنا نكون عنا دولة واحدة يا ناس، مش حرام؟ هذا أولا. ثانيا، هي دولة يهودية لكن ليست فقط لليهود، عنا دروز، مسيحيين، أحمديين، شركسيين، مسلمين، عنا من كل دول العالم، وعنا حتى شو بيسموهم بهائيين، وكل واحد عنده معتقداته وعنده ديانته. هناك حرية الديانة للجميع. بتلخيص، ديانة يهودية نعم، لكن ليست فقط لليهود. يعني لا يؤثر هذا البند على التعامل مع المواطنين في إسرائيل؟ لا 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 أبدا أبدا. المسيحي المسلم الكردي عنده ذات الحقوق اللي أنا عندي إياها، نفس الحقوق، لا أكثر ولا أقل. أوكي، في إسرائيل يعود التطرف الديني الأصولي اليهودي بقوة مع رجال الدين يسعون لجعل المجتمع الإسرائيلي ينضبط حرفيا لنصوص التوراة. ألا ترون أن هذا التهديد رد فعل على التطرف الإسلامي المحيط بإسرائيل، وأنه قد يؤدي إلى إضعاف الدولة كما حدث في سوريا والعراق واليمن؟ صح صح، أنا موافق معه، لكن لحسن الحظ نحن مش مثل الدول العربية. المتطرف يتم توقيفه وزجه في السجن حتى لو كان يهودي. يعني وأمس حاول واحد أن يحرق كنيسة، تصور يعني، وهذا شيء ننبذه، نرفضه، وسوف يتم معاقبة هذا الشخص الذي حاول أن يحرق كنيسة، معبد مسيحي في إسرائيل. هناك متطرفين نعم، أنا أقر وأعترف، لكن عن جد مش كتار.
مش كتار، فيك تعدهم بالأصابع. لا لا يكونك مقارنة المتطرفين عنا أنا بالدول العربية، ما شاء الله بالدول العربية الإخوان المسلمين بالملايين. سؤال، قلت في تغريدة سابقة على تويتر أن إسرائيل ستفتح سفارة في الرباط وأمريكا ستفتح قنصلية في الصحراء المغربية، على ماذا استندت في تغريدتك وما موقف إسرائيل من قضية الصحراء المغربية؟ موقف إسرائيل الرسمي ولا لم أسمعه، لكن أنا أعتقد أن موقف إسرائيل مع المملكة المغربية وأن هذه صحراء مغربية. كان هناك تسريبات كثيرة من أكثر من شهرين 3 أشهر حتى الآن يعني مش واضحة. هناك تسريبات قلت لك وقلتها من قبل، هل يمكن دس النبض؟ مش معروف، لكن هناك تسريبات عن صفقة إنه المغرب، أنت حضرتك قلتها، المغرب تطبع، أمريكا تعترف بمغربية الصحراء والمملكة تطبع. يعني إذا حيصير في شيء منه الآن هذا الشهر سوف نرى إذا كان هذا صحيحا. هذه تغريدة يعني مبنية على التسريبات والتي سمعناها منذ أكثر من شهرين. أوكي. نريد تفاصيل على مدى دعم إسرائيل للجيش المغربي في حرب الصحراء. لا أملك تفاصيل، ما عندي. كان في تسريبات إنه المغرب اشترى أسلحة من دولة إسرائيل وطائرات درون، لكن صراحة ما عندي معلومات. أوكي. ما دور أندري أزولاي هو المستشار الملك في العلاقات المغربية الإسرائيلية؟ قال لك الصراحة كمان أنا بعرف إنه هو مستشار الملك، لكن لم أقابله شخصيا، لا أعرف يعني ما عندي أي معلومات. أوكي. سؤال عام يقول، ماذا يعرف إيدي كوين عن القضية الصحراوية؟ القضية الصحراوية نحن بنعرف إنه في مشكلة مع منظمة بوليساريو، وأنا أنتوا بتعرفوا أكثر مني، لكن المغرب تقول هناك صراع مع الجزائر. هذه قضيتكم، لكن أنا شخصيا متضامن مع المغرب في هذه القضية. نحن نعرف أنه كان في إرهاب كمان، لكن كل قلبنا وكل مواطن إسرائيلي وخاصة المغربي يدعم مغربية هذه الصحراء. أوكي. لماذا لا توجد استثمارات إسرائيلية في المغرب، خاصة القطاع التكنولوجي وشركات التطوير الفلاحي؟ طبعوا أول شيء، طبعوا بتشوفوا كيف الأبواب سوف تنفتح، وهذا هو ثمار التطبيع. أوكي. ما هو الدور المحتمل؟ هو كثير من الأسئلة عن الصحراء، فربما نجمعها في سؤال واحد. مرة أخرى أسئلة عن اعتراف إسرائيل، هل تعترف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء؟ ما هو الدور أو الدور المحتمل لإسرائيل؟ ما في شيء رسمي. كل التعاطف هو تعاطف شعبي مثلي ومثل المغاربة مع اليهود، وليس هذا يعني مش شكل رسمي، هذا فقط شعبي، وهنا قوته، وهنا قوة الدبلوماسية الناعمة، الدبلوماسية الشعبية. الشعب يحترم الملك، يحب المغرب، ويدعمه بحربه ضد البوليساريو، ضد الجزائر. أوكي. ما هي حقيقة تعرض اليهود من أصل مغربي إلى التهميش والعنصرية من اليهود من أصل أوروبي في إسرائيل؟ هذا جرح كبير انفتح. نعم، كانت هناك لما أجوا المغاربة، مش بس المغاربة، اليهود العرب يعني، لما أجوا من الدول العربية أجوا مع تقاليدهم، مع هواياتهم، كانوا يسمعوا يحبوا أم كلثوم وفريد الأطرش، واليهود الأوروبي اللي جاره ما كان يعرف هذا، ما كان يعرف شو عم بيسمع، بيقول له سكر الراديو، شو هذا أنت عربي؟ يعني كان هناك كمان عنصرية، كان هناك تكبر،
كمان كان في عنصرية، اعترف بذلك، لكن اختفى مع الوقت ومع الأجيال. لكن نعم كانت هناك عنصرية ضد اليهود العرب. نعم. هل إسرائيل لها علاقات مع جنرالات الجزائر؟ كان في اجتماعات للضباط بالجيش بأوروبا، بالناتو، بالحلف الأطلسي، وفي كان 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 الإسرائيلي يجلس حد بقرب الجزائري، يعني كان في علاقات شخصية. نعم نعم نعم. وهل هل هناك سؤال في نفس المنحة، هل هناك علاقات تحت الطاولة بين إسرائيل والجزائر على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي؟ في شركات إسرائيلية كانت، شركات جزائرية كانت تشتري بضاعة من إسرائيل في السنوات الأخيرة. نعم نعم. وهذا كانت فضيحة منذ يمكن من سنتين تم اكتشافها. الرئيس بوتفليكة بجنازة المرحوم الملك التقى، وفي عنده صورة شهيرة مع إيهود باراك، وبعد هذا اللقاء تم تبادل رسائل بين إيهود باراك وبوتفليكة. نعم نعم نعم، كان هناك تواصل. هذا لم يكن فقط لقاء، تتذكر الصورة اللي فيه بين رئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك وبوتفليكة سنة 99؟ في صورة بجوجل شوفوها. نعم كان هناك، وبعد اللقاء كان في تواصل بين الدولتين. أوكي. السؤال هذا هو طلب لتعليق، يعني عن أن هناك وجه تشابه كبير بين البوليزاريو والقضية الفلسطينية، فلا التاريخ ولا الجغرافيا يقفان في صفهما على حد قول السائل، لكن قدمت لهما عروض سلام بسخاء، كلما رفضوا عرضا يكون العرض الموالي مع مرور الزمن أقل من سابقه. هو يطلب تعليق. قال لك الصراحة، يعني حيثيات هذه القضية البوليساريو، وأنا لا أعلم، يعني أنا بعرف أنه اللي ساكن هناك عرب، يعني كان شيء، أول شيء كان في حرب مع إسبانيا، هذا نعلمه جيدا. في هناك يعني تطابق، مش تطابق، اشتباه بين القضيتين. نعم هناك اشتباه، كان في مستعمر، كان في الإسبان المستعمر، كان في هون بريطانيا المستعمر، لكن ليس أكثر من ذلك. لأن هون القضية الفلسطينية تمت، يعني عروض للفلسطينيين قالوا لهم خذوا الدولة، خذوا، أخذوا دولة، أخذوا دولة وريحونا وخلص، وخذوا 60% 70%. لم يكن هناك عرض متوازي بالقضية الفلسطينية، بالقضية الصحراء. يعني هذا لا صحيح، أنا لست موافق مع هذه. أوكي. مع هذا التشابه. جميل. هل ممكن أن يكون هناك سلام مع سوريا مقابل إرجاع هضبة الجولان؟ يعني مع بشار الأسد، يعني ما فينا، لن يكون هناك أي سلام. سوريا طالما يحكمها جزار بشار كيماوي، ما في أي فكرة لنعمل مفاوضات. هذا ليس على جدول اليوم. أوكي. هذا سؤال غريب نوعا ما لكن سأطرحه. أينشتاين توقع عملا يهوديا عربيا مشتركا نافعا بعدالة مشرفة، فلماذا فشلتم في تحقيق سلام عادل شامل مع الفلسطينيين؟ من أين جاب يعني هذا؟ لا أدري. أنا ما سمعت هالتصريح، أقول لك الصراحة. وأنا كذلك. لما كان يعني كمان ما كان في إسرائيل، يعني ما، لا لا، ما عندي خلفية، يمكن أنا لا أعلم، لا أعرف. أوكي. ما عندي خلفية عن هذا التصريح. ربما بعيد هذا السؤال عن الموضوع، لكن إذا أحببت ممكن تعلق. ما رأيك في موقف الرئيس الفرنسي ماكرون من الإساءة للرسول؟ لا لا، أنا قلتها وكتبتها. رئيس فرنسا يعني أخطأ عندما أساء للرسول صلى الله عليه وسلم النبي محمد،
ممنوع الأنبياء، يعني خط أحمر، وأعتقد أنه هذه كانت حماقة منه وهو يعلم ذلك. ما هو موقفكم من القضية الأمازيغية؟ يعني لك الصراحة في إسرائيل القضية هذه بعيدة، ما حدا يتناولها، يعني أوكي. لا حدا يتناولها، لكن أنا بقول لك كل شعب أنا أتمنى أن يأخذ حريته وأن يكون عنده إدارة ذاتية وحتى دولة، مثل الأكراد مثلا يكون عندهم دولة. أوكي. إسرائيل تدعي أنها دولة الحق والقانون، لكنها تتعامل مع الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية بمبدأ كتبها بالألماني كزيبنهافتون، لكن يقصد أنك عندما يعمل واحد جريمة فلسطيني يعمل جريمة، فتقوم إسرائيل بتدمير المنزل أو معاقبة الأسرة، يعني وكأنها تجرم القبيلة أو العائلة، أليس هذا ضد القانون؟ هناك لا، هذا أول شيء قانون سنته المحكمة، هذا يعني ردع لردع الفلسطينيين، الفلسطيني الذي يقتل الأبرياء، يعني مش الفلسطيني الذي سرق سيارة، يعني الفلسطيني الذي يقتل يهودي بيته أو غرفته، مش بيته، غرفته، خاصة غرفته مهددة بالتهديد، لا يدمرون كل البيت، وهذا أنا أقول لك كان في عنا من يعني حوار، مش حوار، هذه مسألة قانونية، غرفة المخرب الذي يطعن اليهود نعم تدمر. هل السعودية تتجه نحو التطبيع خوفا من إيران؟ أول شك نعم، ثاني لا، لا مش خوفا من إيران. لم أفهم الجواب، لأن إيران تتعاون الآن مع تتعاون مع إسرائيل ضد إيران، لكن ليس خوفا من إيران. أوكي، إذن ما السبب إذن؟ السبب أنه أول شيء التطبيع بين الإمارات والبحرين، خلينا نحكي على المكشوف، يعني بإرادة سعودية، بتشجيع سعودي، وكان في تصريح امبارح فقط من وزير الخارجية السعودي أنه يرحب بالتطبيع. التطبيع الخليجيين إجوا وصلوا ل conclusion مثل يقولوا إلى استنتاج، يعني إلى قناعة، وصلوا إلى قناعة كاملة بأنه إسرائيل ليست العدو، وصلوا إلى قناعة. قلت لك الأسباب، الفساد الفلسطيني، حركة حماس، الاقتتال الفلسطيني الداخلي، وكل هذه الأشياء اللي قلناها هون، والمتاجرة بالقضية والأموال، وصلوا إلى قناعة، والتحالف مع إيران إنه إسرائيل ليست العدو، هم نفسهم وصلوا إلى قناعة. لكن السعودية هي تخاف يعني من تركيا، السعودية ما بدها تطبع مع إسرائيل، لأن أردوغان هو سوف يخون السعودية، هناك حرب ما في وراء الكواليس، من هو زعيم الأمة العربية، هناك منافسة بين أردوغان والملك السعودي، هذا خليها لحوار ثاني. أكيد هذا موضوع كبير. ما السر وراء تطور إسرائيل علميا؟ ما في سر، في أسباب أنه نحن نعاقب من يقترفون خط ذنوب، أولاً محاسبة، ثانياً نبني مدارس، ثالثاً ما في فساد، ولا ما في تبذير أموال، وليس والمناصب يشغلها فقط ذو الكفاءة، ما في واسطات. يعني لو عندك خمس الأشياء بالدول العربية، بناء مدارس وجامعات ومستشفيات بدون فساد وبدون واسطة، صدقني كل الدول العربية لكانت متطورة. أوكي. ما هو تعليقك على قانون صادق عليه الكنيست بكون حق تقرير المصير حصري للمواطنين اليهود مقابل المسلمين الإسرائيليين؟ أليست هذه عنصرية أو طائفية تنفي أسطورة علمانية الدولة العبرية؟
لا، هذا القانون هلا هو بس يعني شعبوية، يعني هذا القانون فقط لكي يقول يعني دولة إسرائيل هي دولة يهودية مع الحق إنه جميع الفئات فيهم يعيشوا، فقط يعني إنه تسمي هذه الدولة يهودية فقط ولا غير، يعني ما له أي أثر على حياة المواطن ولا أثر، صفر، يعني ما في أي أثر على الحياة العامة، الحياة في دولة إسرائيل. أوكي، ما السر وراء تكلمك بالعربية بهذا الشكل الجيد؟ كمان هذا مش سر، أنا ولدت في لبنان، أنا من يهود لبنان، ترعرعت في لبنان، سكنت 18 سنة في لبنان، أنا يهودي لبناني بحكي عربي مثل اليهودي المغربي اللي بحكي عربي، ما في سر أبدا، مش كل شيء أسرار يا عرب. هل تحس بالانتماء أكبر لإسرائيل أو للبنان؟ حلوة. لا يمكنك أن تنسى البلد الذي ولدت فيه، يعني لك الصراحة أنا يهودي لبناني، ما فيني أنسى لبنان، ما فيني، يعني انتماء 50-50%، نص نص. هناك تدوينات على تويتر تنسب لك عن القضية الصحراوية من حسابك الرسمي، تحسب لصالح المغرب، ينشرها المغاربة لتزعم قضية الصحراوية، لا أدري ماذا كتب هنا، لكن هل تنسب لك، هل تنسب لك هذه التدوينات أم هي ل الذباب الإلكتروني المغربي كما سمى السائل؟ أنا شخصيا وأنا أقولها على الماء وفخور بذلك، أنا أدعم المملكة المغربية وأنا مع المملكة المغربية ومع الصحراء المغربية. نعم. أوكي، إذن هي ليست مزورة، ليست هي فعلا تدوينات صحيح يعني حقيقية. لا. أوكي، دكتور إيدي كوين، كنت سعيد جدا بلقائك وأشكرك مرة أخرى على قبول الدعوة. إذا عندك كلمة أخيرة تقولها للمشاهدين، هم من جميع المناطق، هناك مغاربة، جزائريون، تونسيون، هناك مسلمون وهناك غير مسلمين معنا، فممكن توجه لهم كلمة أخيرة إذا أحببت. يعني كلمتي هي أول شيء نترك الإرهاب، نترك الشتائم، لنتحاور، لأن هذا السبيل الوحيد لأن نتقدم. يعني أنا سمعت دائما عن أخلاق المسلمين وأخلاق النبي، تصرفوا مثل أخلاق نبيكم بدون شتائم، بدون عنف والسلام. نحن اليهود أبناء عم، شئتم أم أبيتم. وكمان بس واحدة، نصيحة واحدة، أرجو أن تكونوا يعني ما تكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، هذا هي، وفهمكم كفاية. أوكي، جميل، شكرا دكتور، وشكرا لجميع من تابع هذا الحوار، وألقاكم قريبا في حوار جديد من حوارات هشام. تحياتي للجميع. شكرا لاستضافتي. شكرا لكم. شكرا عزيزي. تحياتي. أهلا.